هل فحص الماموغرام للكشف عن أورام الثدي يسبب السرطان للنساء؟ وما هي الحالات التي نلجأ فيها إلى إجراء فحص الماموغرام بشكل اضطراري وحتى روتيني؟ للحديث أكثر في هذه الفقرة عن فحص الماموغرام تنضم لنا الدكتورة إيناس البطاينة، أخصائية الأشعة التشخيصية. مرحبا دكتورة إيناس. أهلا، يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتورة إيناس. بداية لما نتحدث عن فحص الماموغرام، كثير يختلط عليهم الفهم بينه وبين بقية الفحوصات الروتينية للكشف عن أورام الثدي. بماذا يختلف الماموغرام؟ هلا الماموغرام هو عبارة عن جهاز بيستخدم الأشعة السينية للكشف عن سرطان الثدي المبكر. ممكن نستخدمه كإجراء روتيني أو نستخدمه في كوسيلة تشخيصية. إذن لما نحكي هو يستخدم الأشعة السينية، قديش نسبة الخطورة والضرر فيه؟ من معروف الأشعة السينية لا تسبب كثيرا بالضرر. هلا الصورة واحدة بجهاز الماموغرام، كمية الأشعة الموجودة فيه أقل من صورة صدرية واحدة اللي هي الصورة العادية اللي يستخدموها يس الإكسترا العادية. تخيلي إلى أي مدى الناس ماخذة فكرة بأنه يسبب نمو سرطان نهائيا، ولا يحفز. هلا في فئات معينة من الناس اللي بحفز فيها ممكن، بس هذول لهم يعني أعمار معينة وبكونوا متابعين مع طبيب. لكن هاي الفوائد المرجوة من فحص الماموغرام هي أكبر بكثير من المخاوف اللي ممكن تتعلق فيه. هلأ مثلاً جهاز الماموغرام ممكن يساعدنا في الكشف عن سرطان الثدي قبل 3 سنين من ظهور الأعراض على المرأة، فهذا الإشي يعني بيساعد كتير في العلاج ونسبة الشفاء. طيب دكتورة، لما تقولي قبل 3 سنوات، يعني الورم لسه مو موجود؟ بيكون في بدايات للورم جدا 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 صغيرة، وممكن يكون في بس عبارة عن شوية تكلسات، هي تكون بداية الورم ومنها بيتم تشخيصه. yes. كيف بتتم طريقة التخاطب بينكم بين الطبيب المختص اللي نسب بهذه الصورة؟ هلأ لا سمح الله إذا كان فيها إشي، إحنا بننسق مع جراح ومع أخصائية نسائية وتوليد ومع ممكن حتى مع جراح التجميل يعني. أما إذا كانت ما فيها إشي بيكون الحمد لله ما فيها إشي، منخبره أنها سليمة وخلص. طيب دكتورة، متى نلجأ إلى فحص الماموغرام؟ فعلا هو عبارة عن إجراء، ممكن يكون إجراء روتيني أو إجراء تشخيصي. الإجراء الروتيني منبلش فيه بعمر 40، ممكن كل سنة أو سنتين تعيدوا المريضة بنفس الوقت. أو التشخيصي لا سمح الله إذا كانت المريضة حتى لو كانت عمرها أصغر بتشكي من أي أعراض معينة مثل وجود كتلة أو إفرازات أو تغيرات بالحلمة والجلد، ممكن وقتها نلجأ له حتى لو بعمر مبكر. هو الفحص الذاتي؟ لا، الماموغرام. عفوا، يعني هي لما تشعر بوجود كتلة عن طريق الفحص الذاتي، هذا اللي أقصده. أو الفحص السريري عند الطبيب. طيب دكتورة، أنت قلتي أنت سن 40، طب خلال الشهر شو هي المدة المناسبة لإجراء فحص الماموغرام؟ اوكي، هلا بنحب يكون بعد انتهاء الدوره الشهريه عشان نخفف نسبه الالم، لانه الجهاز يعني بيعمل شويه ضغط على الثدي، ممكن يعمل شويه عدم ارتياح عند المريضه. هو مزعج اكثر من ان يكون مؤلم. بالضبط، مع التقنيات الحديثه اتصور اصبح الموضوع اقل الما، خف الما. طيب دكتوره، انت قلتي بعد انتهاء الدوره الشهريه للنساء اللي هم في سن الياس. هلا النساء اللي في سن انقطاع الطمث بنختار يوم معين من السنه وبنحاول نعيد الفحص كل سنه بنفس اليوم تقريبا. دكتوره، متى ممكن ان نوقف الفحص؟ خلص ما نلجأ له، يعني يكون هي الفحص الاخير. هلا سرطان الثدي اكثر انتشارا من عمر 50 ل 62 سنه. ممكن نوقف الفحص بعد هيك، بس هذا الشيء بده اتفاق اطباء اللي هو الاشعه والجراح والاخصائيه النسائيه والتوليد تشاركية. يس. وممكن نلجأ للفحص ابكر من عمر 40 في حال السيده كان عندها تاريخ مرضي بالعائله او كان عندها طفرات معينه بالجينات هي او حدا من قرايبها. دكتورة، لما تقولي هنالك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، شو يعني تاريخ عائلي؟ يعني أمها، أختها، خالتها، عمتها؟ أمها، أختها، خالتها، وعمتها. أي كل زمان نحكي إنه بس من جهة الأم، هلأ من جهة الأم ومن جهة الأب. لأن الناس تقول من جهة الأم. لا، هذا كان اعتقاد موجود قديما، هلأ التغى جهة الأم وجهة الأب. دكتورة، حابين توجهي نصيحة أخيرة لمشاهدات برنامج عوافي للتوعية بضرورة اللجوء إلى فحص الماموغرام، وبأنه أتصور ما في خطورة من وراءه، كما قلنا بأنه الفوائد المرجوة عالية جدا. أكيد آيات، في نهاية هذه المقابلة بحب أنصح كل السيدات بأنهم يعني يلجأوا إلى هذه الصورة، ونسبة الكشف المبكر يعني إذا كشفنا سرطان الثدي بمراحله الأولى نسبة الشفاء فيه قد تصل إلى 90% أو حتى أكثر بإذن الله. دكتورة، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها لمشاهدات برنامج عوافي اليوم. أهلا وسهلا. شكرا دكتورة.